راه اليوم ضد فريق رجاء البيضاوي يعني كتعرفوا ان الشباب والرجاء يعني هذا كنعتبروا بان ديربي مصغر كتكون فيه واحد النديه كبيره. بالنسبه لمباراه اليوم فريق الرجاء البيضاوي يمكن حاولنا حنا بغينا من الاول نضغطوا عليه نديروا عليه ضغط عالي لكن ما قدرناش لان وسط الميدان ديالو كان بكل اريحيه كيخرج الكره، سيطروا على الشوط الاول خصوصا على وسط الميدان. 45 دقيقه كانت فريق الرجاء لكن بدون فعاليه لان الفريق ديالنا بالرغم ان ما شديناش كره بزاف ولكن الحمد لله كنا تكتيكيا ولياقيا كنا احسن فريق الرجاء. في الشوط الثاني عطينا التعليمات ديالنا باش ما نخليوش فريق الرجاء لان كما قلت لك وسط الميدان كانوا كيلعبوا بالاريحيه لهذا سيطروا علينا. في الشوط الثاني حاولنا انهم ما نخليهمش يلعبوا على راحتهم وتوفقنا في هذا الشيء هذا وخلقنا فرص، خلقنا فرص لان كانوا فرص ديالنا اوضح من فريق الرجاء البيضاوي في الشوط الثاني. كما قلت لك عطيناهم تعليمات باش ما يخليوش لاعبين الرجاء يلعبوا باريحيه، بالاضافه اننا كما شفتي اشتركنا ثلاث مهاجمين في الشوط الاول، يعني حنا لاعبين فريق الرجاء لاعبين الميدان ديالنا خاصنا نقلبوا على الانتصار. اشتركنا ناقوس اللي هو مهاجم اشاران وزيلا لكن الحمد لله قدرنا اننا نكونوا احسن فريق الرجاء لكن مع كامل الاسف ما قدرناش نسجلوا، ولكن في الاخير كتبقى نقطه امام فريق الرجاء البيضاوي كتبقى نقطه مهمه. الماتش اليوم صعيب كونتر الرجاء اللي كانوا جايين باغيين يديو 3 بوان، كان مفروض عليهم سيرتو بدلوا المدرب عليهم الضغط واستطعنا اننا نحافظوا على نظافه الشباك. بريمير ميتو كانوا يقدروا يماركيو علينا حنا ما كناش داخلين في الماتش. دوزيام ميتون جاو دي زوكازيون، جاونا حتى حنا دي زوكازيون كنا نقدروا نقتلوا بهم الماتش. فالحمد لله نقطه كونتر الرجاء كتبقى ايجابيه وكنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم وان شاء الله نعاودوا نحاولوا نجيبوا نقاط في المقابلات الجايه وهارد لاك فريق الرجاء البيضاء. كنتوا راضيين على الاداء ديالكم؟ بروميير ميتون لا دوزيام ميتون كانت احسن من بروميير ميتون وجرينا الماتش هذا هو المهم. وكتشوف الدراري انهم تقاتلوا وخدموا وما خرجناش بزاف نقطه والحمد لله كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم.